يعني أنا أتمنى قبل ما أتي بالصورة، أتمنى أن من الكل أنه الكل نظرة إيمانية، نظرة واقعية، لا يكون هو برا وجالس أمام الإنترنت ويبدي يكتب إيش من كان وأشياء أبدا ما تنبني. إذا هو إيه حريصين على الكنيسة، حريصين على المسيحيين، حريصين على العراق، لازم يعملوا شيء لبنائه، لدعم المسيحيين، لتشجيعهم، ما للانتقادات اللي أبدا ما تنبني. فنحن بحاجة إلى صوت هيك بناء، وإذا كان هناك مقترحات كل رحاب الصدر نقبلها، والتضامن هو راح يخلينا أن يكون دور. وأيضا نحن بوسط الغالبية المسلمة اللي نحن نحبها، لأنه الله خلقهم والله يحب الكل ما يميز، أنه نقدر نشهد أيضا لقيمنا المسيحية فهي أمنيتي أنه الناس أيضا تبدي تفكر، أنه تبدي تحترم ظروفنا القاسية. أيضا نحن دمنا بكفنا، ما بعد فوق هذا يجرحونا بانتقاداتهم وبكلامهم اللي أبدا غير لائق. فهذه يعني أمنيتي، أنه بالظرف الصعب أنه المسيحيين إذا كانوا مسيحيين أن يفتحون عيونهم وأنه يدعمون ويقولون كلمة طيبة، كلمة أمل، أنه يرفعون من معنوياتنا ما يحبطونا. يعني الله يبارك الكل، حتى اللي ينتقدونا نحن نغفر لهم، هاي سنة الرحمة، يعني طلب كل يعني دي لهم بغزايا إلنا دهاوة عليها بلبين، وهم حب ورحمة تداري بالها الخنواتين دي لبقانا، ولا بمريلة بشكا ضرباني يعني مخيات الدية، أو أن من دان التسبي آخر أو سامر فيسبوك بإنترنت بمواقع متواتد إيهن أخني إيديو إيدن بنورة إلى قرقاني، يعني متعديلة يعني كالوخ وبيشوخ والتشعيفة دي كم شي حاية لتترقل في شنة لا خلصة، يعني أخريت من أعلاها أخني وآخ شريحي أخني، حتى يعني ولا كبيرة سادة وزيل مغيرة مشخلفة، يعني الدنيا مشخلفة لا يبار بيش أخا آدق، يعني بشتا لتلتو مستقبل طوتا هذا يقرت إلى كبالة زونة بس بيشة، يعني والمجين شخلط وباوي عزوتا وباو سلامة وشينا، هذه الأمور دي يعني وطلب من كل من صالي بدالا وتغريلا في طوتا.